ليش بتعبوها؟ فوق الخضر أدوات فلسطين مرسوم الرئاسي أنا بصفة عضو لجنة فدائية برئاسة. عندما تمنع إسرائيل المياه مش مياه من إسرائيل، مياه فلسطينية من المرور في مناطق تسيطر عليها أمنيا، أنا باعتقادي الموضوع استغرق حوالي 3 سنوات متواصلة. وكانت تدرك إسرائيل أنه يعني عندما تبني بيت بدون مية لا غير قابل للسكن، وبالتالي يعني نحن نأمل أن ترفع كل هذه العراقيل وأن يشجع الفلسطيني للبناء على أرض دولة الفلسطينية المستقلة، وهذا إنجاز كبير الذي حققته روابي في هذا المجال. البارك فوق المتنزه مياه أخرت المشروع على الأقل سنة بالكامل. طبعا احنا خلال هاي السنة كنا متوقعين انه نسلم 650 شقة، من نقبضش حق الشقق هذه الا لنسلم الشقق، بنقبض 20% 15% 25%، لكن لما نسلمها بنقبض الباقي، وبالتالي هذا مبلغ كان حوالي 75 80 مليون دولار اللي تأخر علينا سنة كاملة، واجت بذروة المشروع وبالتالي عملت لنا نقص حاد في النقد، واضطرينا نبطئ بالمشروع بتكلفة باهظة من الأوفرهيد، وبالتالي عندنا خسائر كبيرة، ولكن نتأمل إن شاء الله نعدلها بالمستقبل. خط المياه لا يعني ضمان المياه زي أي مدينة فلسطينية أخرى. إحنا الأسبوع الماضي قطعوا الكهرباء عن أعرق وأقدم المدن نابلس، وبالتالي فيش إشي ضمان تحت الاحتلال، لا بالاقتصاد ولا بالحياة اليومية للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يعي هذا الموضوع طبعاً.